استطيع القيام بنشاطاتي الخاصه والمعتاده مع عائلتي ولا يوجد لدي اسباب تمنعني من هذا الامر، هل ذلك صحيحا يا رجل؟ استطيع القيام بنشاطاتي الخاصه والمعتاده مع عائلتي ولا يوجد لدي اسباب تمنعني من هذا الامر. نشاطاتك الخاصه يعني تكون عندك انت اكزاكتلي يعني نشاطات برايفت، فهمت؟ نشاطات برايفت عندك خاصه، فتقول انا استطيع اني اقوم بنشاطاتي الخاصه مع عائلتي عادي. على حسب شنو النشاطات يعني مثل اسمها خاص. يعني احنا بنجي نفصل لك السؤال جاوب عليه العيال قبل زين. واحد قال اوافق واحد قال ارفض، واللي قال اوافق صح عليه جات، واللي قال ارفض سبحان الله صح عليه. بس اسئله من عشان اعرف الاسئله هذه الاعداد مسوينها. لا يعني من سالم من يعني سالم من سالم من من اهل العائله؟ العائله حق لانه يعرف يا جماعه. طيب انت يعني قبل ما اقول لكم اعطوني الجواب، بس يعني تحس ان في اختلاف قناعات واجد كذا؟ اي اذا مع مثلا والدتي تفرق، مع ابوي يفرق، مع خالتي يفرق، مع عمتي مع صح 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 في اشياء تفرق. تحس انك مجموعه انسان عاد، ولا تحس ان يعني في داخلك تحس ان في مجموعه انسان؟ لا مجموعه انسان لا. ها انا الزم علي في الكره الارضيه. من تتوقع ان ماخذين الجواب من اتوقع انا من خالتي. سمعت يعني والله ما سمعت بس انا اتوقع لان هي تدير اموري كلها امانه. سمعت اللي لا والله صح؟ انا معطيها اموري كلها والله معطيها اموري كلها. سمعت صح؟ لا والله معطيها اموري كلها. في ذمتك تعال بعيد من خالتي وافق. خالتك من؟ ها؟ خالتك من؟ ام تركي. ام تركي من؟ هم قالوا لي ام هذا شو لا لا قولها والله ما تجي والله ما تجي والله والله تمت هذا المره. سيف وش فيك؟ تو قايم من النوم انت؟ لا عندك لا والله 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 انا عندك. لا تصب الحين انا ما احب اشرب شيء حار وانا توني قايل شو اسمه. لا ما عليك لين الحين. طيب اذا من خالتي تعال ممكن تسكت شوي بس على سماعة هذا ما ادري فاهم اوكي ننجلد يا بتنجلد تم بس ما حوش تعال سير جنبي اقول له انا احب اخذ من صوتك شوي. خالتك من؟ شاور مرة عن الف رجال. خالتك مهرة صح؟ وش جاوبت انت؟ وافق. وافق اذا من خالتي وافق. ثبت لي على وافق يعني في اسرار اعطيها بعد والله. ثبت لي على وافق خلينا نشوف الاجابه الصحيحه من خالد. بالله شباب صفقوا عني ها لان في يدي فنجان. الاجابه صحيحه. ادري اذا من خالتي انا قاعد اقول لك اذا من خالتي صح. تعال سيف بنسحب من الهاشتاج الان على